الله بخير أصدقائي المشاهدين، رحب بكم أجمل ترحيب وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أراك تدورس. نبدأ لكم الحلقة بموجز لأبرز المواضيع. Made in China طلعت تخوف مو بس بالكهربائيات، لا حتى بكرة القدم. درع الدوري أيوب أوديشو ضم بخزانة الزهراء، بقية الفرق واجبها بس شلون تطلع هذا الدرع من خزانة هذا النادي. الميناء جمهوره حصته من كرة القدم البكرة، ومظاهرات جمهور النجف بين أبراج المطار وأبراج إنارة النادي جابت نتيجة وسوت حل للفريق. ونفط الجنوب نفط برنت بآخر جولتين بالدوري، وعودة الماسحة تلاحقت لمحمد صلاح وصارت له إسعافات أولية، والمنتخب السعودي يعسكر فرديا بإسبانيا، والريال من ضيم الدوري من ضيم الكاس، وخوفك من ضيم دوري الأبطال. هاي العناوين، خلونا نسولف بالتفاصيل لكن بعد الفاصل.